درسنا اليوم القواسم. سوف نتعلم في هذا الدرس على أن نحدد قواسم عدد باستعمال جدول الضرب. استعمل جدول الضرب لكي تجد عددين يكون ناتج ضربهما 10. 1 ضرب 10 يساوي 10. 2 ضرب 5 يساوي 10. 5 ضرب 2 يساوي 10. 10 ضرب 1 يساوي 10. إذن 5 ضرب 2 يساوي 10. 5 هو قاسم للعدد 10، والاثنان هو أيضا قاسم للعدد 10. إذن 5 والاثنان هما قواسم للعدد 10. استعمل جدول الضرب لكي تجد عددين يكون ناتج ضربهما 8. 1 ضرب 8 يساوي 8. 2 ضرب 4 يساوي 8. 4 ضرب 2 يساوي 8. 8 ضرب 1 يساوي 8. ما هو أقل عدد من القواسم الذي يمكن أن تحصل عليه؟ طبعاً أقل عدد من القواسم هو 2، قاسمان الواحد والعدد نفسه. استخدم جدول الضرب لتجد قواسم العدد 18، 28، 25، 48. سأجد أمامكم قواسم العدد 18 وأنتم ستكملون الباقي. كيف أجد قواسم العدد 18؟ من خلال جدول الضرب. أبحث عن ناتج 18. 2 ضرب 9 يساوي 18. 3 ضرب 6 يساوي 18. 6 ضرب 3 يساوي 18. 9 ضرب 2 يساوي 18. هل هذه كلها قواسم من 18؟ طبعاً لا، لا زال لدي قاسمان. ما هما؟ الواحد والعدد نفسه، أي الواحد والثمانية عشر، لتصبح قواسم 18 1، 2، 3، 6، 9، و18.